تخيلوا أنكم تريدون إرسال رسالة عاجلة لشخص بعيد. كيف كنتم ستفعلون ذلك في الماضي؟ كان الحل هو الحمام الزاجل. هذه الطيور الذكية كانت تتمتع بقدرة مذهلة على العودة إلى بيوتها مهما كانت المسافة طويلة. استخدم الحمام الزاجل منذ آلاف السنين في العديد من الحضارات. المصريون القدماء والفرس الرومان والعرب جميعهم استفادوا. أما في الحروب كان الحمام الزاجل يلعب دورا حاسما في نقل الأوامر والتقارير بين القادة، وكان التجار يستخدمونه للتواصل مع فروعهم التجارية في مدن بعيدة وأماكن مختلفة. كيف كان الحمام الزاجل يعرف طريقه؟ هذا السؤال حير العلماء لقرون. يعتقد العلماء أن الحمام الزاجل يستخدم مجموعة من الحواس لتوجيه نفسه، مثل البصر، الشم، والمجال المغناطيسي للأرض. مع اختراع التلغراف والهاتف بدأ عصر جديد في الاتصالات. أصبح نقل الرسائل أسرع وأسهل بكثير، ونتيجة لذلك فقد الحمام الزاجل أهميته تدريجيا. واليوم أصبح الحمام الزاجل مجرد ذكرى من الماضي، ولكن قصته تظل مصدر إلهام لنا وتذكرنا بأهمية التواصل والابتكار. وعلى الرغم من أن الحمام الزاجل لم يعد يستخدم في نقل الرسائل، إلا أنه ترك بصمة عميقة في التاريخ. قصته تذكرنا بأن الإنسان كان دائما يسعى لإيجاد طرق جديدة للتواصل، وأن التكنولوجيا تتطور باستمرار. أما حاليا فتعتبر رياضة ممارسة تربية الحمام الزاجل مجرد هواية يستعملها الرياضيون ومربو الحمام كمبارزة فيما بينهم والحفاظ على هذه السلالة من الاندثار ومحاولة تطويرها. وفي الأخير السؤال المطروح هو: هل يمكن في يوم ما في المستقبل أن نعود لاستعمال الحمام الزاجل بجدية في إرسال الرسائل؟ ما هو رأيك؟ اكتبهم لنا في تعليق، وإلى اللقاء. ديك الغبرات ديرو نجيه مساكن.